واحدا أنتم العلماء وأنتم الحجة، وسنعمل بما تفتون به وما تأمرون به على أساس ألا تكون هناك أي قوى خلفية تحرك، يعني أنه يكون منطلقنا هو ما أمرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الإيمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية الذي كلفنا بها. وستجدون إن شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. أنتم علماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء يحاسبكم الله حسابكم مضاعف، لأنكم تعلمون. أتكلم معاكم لأن أنتم علماء، لا تخرجوا من هنا بدون نخرج، يخرج الوطن بدون فائدة منكم. تحاوروا، تفاهموا، عينوا من كل محافظة أو من كل فئة شخصية من العقلاء يصيغوا ما تريدوا لكل الأطراف بحيادية تامة وبمسؤولية. أنتم علماء، خلونا متعايشين، خلونا نتفاهم بلغة القرآن. القرآن كتاب الله، ارجعوا إليه كمرجعية، خرجوا بقرارات مفيدة. ونحملكم 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 يا علماء كامل المسؤولية أمام الله وأمام هذا الوطن. ما تأتوا إلينا سنقول لكم سمعا وطاعة. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحملها بشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا. الوطن ملكنا جميعا. الذي طالبني بالرحيل من السلطة على الرحب والسعة، تعال عبر صناديق الاقتراع، التزم بالدستور، التزم بالقانون، مش بالفوضى. هؤلاء الذي خارج الآن بالآلاف بيتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبدوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما فيش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا، أنا سأخرج أشوفهم. سيد الخيام، أتحلوا مشكلة الوطن بالخيام؟ هذا طرح خيمة وهذا عجيب عشر، وإلى وين؟ وفي نهاية المطاف إلى أين؟ إلى وين ستفضي هذه الفوضى؟